طيب النهارده باذن الله هنبدا الجزء الثاني من المحاضره بتاعتنا اللي بتتكلم عن الانفيزيف فانجل انفكشن ان بيدياتريك اي سي يو اند نيونيتال اي سي يو. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن مقدمه كده لطيفه وايه انواع الفانجي واسبابها وايه الريسك فاكتورز العاليه، واتفقنا المره اللي فاتت بقوه ان اشهر واحد فيهم هو الكانديدا، تمام؟ هو ده اهم واحد واشهر واحد فيهم، واتفقنا ان ده اللي غالبا بيجي وبنشوفه في الجنرال بيدياتريكس. عندنا كمان الاسبرجيلس او او انواع الاسبرجيلس والميكورمايكوزس، ده دول النوعين التانيين اللي ممكن يجوا بس لازم يبقوا سيفير اميون ديفيشنسي بيشنس، يا اما برايمري اميون ديفيشنسي يا اما سكندري اميون ديفيشنسي لسبسس لكرونيك كيدني ديزيز لحاجه بقى انفكشن فايرال انفكشن زي اتش اي في وحاجه زي كده، تمام؟ طيب هنكمل النهارده المحاضره اللي كانت اللي فاتت الى حد ما محاضره بارده شويه او محاضره الى حد ما مش براكتيكال قوي، النهارده هو بقى المانجمنت التريتمنت. هتبقى محاضره سريعه غالبا مش تبقى طويله، بس لازم تركيز شويه لان هو الكلام برضو نفس الكلام، هنتكلم مينلي عن هنتكلم عن المانجمنت، هنتكلم مينلي عن الكانديدا، وبرضه هنجيب سيره الاسبرجيلس والميوكارمايكوس. حضرتك سامعني كويس تمام كده؟ الصوت بيقطع عند الكل يا جماعه ولا اي حد يديني اون كده؟ صوت واضح، صوت كويس يا دكتور، صوت واضح. طيب نكمل. طيب انواع الانتي فانجل او الانتي فانجل ميديكيشن او انتي فانجلز، طبعا هي المفروض ما تتجمعش لكن يعني كده يعني، تمام؟ الانواع الانتي فانجل ميديكيشن هم اربعه جروبس، تمام؟ الجروب الاول اوكي، الجروب الاول اللي هم سوري سوري الجروب الاول اللي هو الانفوتريسين بي، ده جروب لوحده خالص كده، تمام؟ اول جروب اللي هو الانفوتريسين بي، الجروب الثاني الازولز، الجروب الثالث الكاينوكاينينز، الجروب الرابع الفلوسايتوزين، وده مش موجود ايفن في امريكا مش موجود، تمام؟ دول الفور جروبس اوف انتي فانجل ميديكيشنز اللي موجودين، تمام؟ احنا هنتعرف على كل جروب كده ونسلم عليه ونعرف الحاجات دي موجوده في الماركت باسم ايه، ونعرف ابتدى الدوز بتاعتها ايه وبتشتغل على ايه بالظبط، تمام؟ اول واحد الانفوتيرسين بي، وده اشهر واحد. الانفوتيرسين بي ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل زي شبه معظم الانتيبيوتكس اللي بيشتغل على السيل ميمبرين، تمام؟ فهو الفكره كلها بيشتغل على السيل ميمبرين بتاع الموست فانجي، وبالذات فبالتالي هو بيسموه برود سبيكترم انت برود سبيكترم انتي فانجل، يعني ضد الثلاثه من الاخر كده، ضد الكانديدا وضد الاسبرجيلس وضد الميوكارمايكوزس اند اذرز، تمام؟ كوكسيدو مايكوزس والكلام ده برضه بيموت بالانفوتريسين بي، فهو ميزته هو برود سبيكترم بيموت كل حاجه. وبيشتغل ازاي؟ بيشتغل على السيل ميمبرين، جميل، تمام؟ الانواع بتاعه اللي موجوده في الماركت ثلاث انواع، اشهر حاجه ثلاث انواع. اللي على الشمال ده الفانجيزون، طبعا احنا عارفين الفانجيزون ده، وده اللي بيسموه كونفنشنال انفوتيريزم بي. الفانجيزون ده ميزته وعيبه، ميزته انه رخيص، يعني ما في يعني حوالي الامبول بحوالي 135 جنيه، رقم مش غالي، الدنيا بتاعته معقوله، تمام؟ عيبه ان في كل الكومبليكيشن بتاع الانفوتيريزم بي، كل الكومبليكيشن اوف انفوتيريزم بي موجوده عنده، تمام؟ ودي مشكله كبيره، لان هو هنعرف دلوقتي الكومبليكيشن بتاعته والسايد افكتس بتاعته شديده شويه، تمام؟ الانفوتيريزم بي وذ ليبيد كومبلكس، تمام؟ الافوتريسين بي وذ ليبيد كومبلكس، تمام؟ ده ميزته ان هو بيعمل
بيعمل مور انفيزيف، يعني ده بيخش كويس، بيعمل كويس انفيجن للتيشوز، فبيبقى كويس جدا في ان هو بيعدي البلاد برين بارير كويس جدا. لو عندك كانديدا في الكيدنيز تمام، ده بيبقى له افضليه الامفوتريسين بي وليبيد كومبلكس. للاسف انا ما شفتوش في مصر، يمكن هو موجود وانا ما اعرفش، لكن انا ما شفتوش في مصر وما اعرفش اللي هو اللي في النص ده، ما اعرفش اللي هو وذ ليبيد كومبلكس ده. وطبعا هو اقل شويه في الكومبليكيشن اوف سايد افكتس اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. الامبيزوم او الامبيزوم الامفوتريسين بي هو ده احسن واحد فيهم، ده اقل سايد افكت في الثلاثه. ده جود تيشو بنتريشن جدا ورائع في التيشو فانجل انفكشن اللي هو من الاخر كده التيشو الميوكرمايكوزيس واسبرجيلوزيس، هو الامبيزوم مش الفانجيزوم خالص تمام، الامبيزوم ولسه سايد افكتس. بس مشكلته الرئيسيه انه غالي جدا، الامبول بحوالي 1500 تمام، 1250 1500 يعني لحد ما غالي جدا. فهنا كان الامبول ب 135، الامبول الثاني ب 1500، ده كتير، فرق كبير يا جماعه تمام. فعشان كده عشان الفرق الرهيب والكبير ده بصراحه الواحد يخلي الواحد يميل اكتر في الشغل البراكتيكال، وبالذات الحالات اللي تقدر تستحمل للفانجيزون. مش هكذب عليكم، لكن في اي مستشفى كبير في اي مكان تقدر تفرض عليهم ان هم يجيبوا الامبيزوم، يبقى هو الامبيزوم هو الاحسن. يبقى تاني، هو الامفوتريسين بي ده هو ده اول جروب من الانتي فانجل، برود سبيكترم انتي فانجل، بيشتغل على السيل ممبرين. الكونفنشنال بتاعه اللي هو الفانجيزون مشكل مست رخيص، ومشكلته انه له سايد افكتس هنتكلم فيها حالا تمام. الناحيه الثانيه خالص عكسه تماما، الليبوزوم الامفوتريسين بي تمام، مشكلته انه غالي جدا جدا جدا، يعني الامبول بحوالي 1300 جنيه، لكن ميزته ان هو لسه سايد افكت ولو جود تيشو بنتريشن. طيب زي ما اتفقنا ان هو برود انتي فانجل، الدوز بتاعته بتختلف بقى، لو كونفنشنال من 0.6 ل 1، انا شخصيا بحطه دايما على 1 مللي جرام بير كي جي كل 24 ساعه، بتاخده وانس ديلي. الليبوزومال من 3 ل 5 مللي جرام بير كي جي كل 24 ساعه. 10 ده هنقول في مواقف معينه بس، في حالات السلفج سيرام في ميكومايكوز هيجي كام شويه تمام. ما تنساش بقى، وده مهم جدا جدا جدا، ان في حالات الامفوتريسين بي ان بنعمل حاجه اسمها بري ميديكيشن. يعني ايه بري ميديكيشن؟ يعني انت اولا بتعلق الامفوتريسين بي او اللي هو اللي بنسميه الفانجيزون ده، بتعلقه على حوالي 4 ساعات. طيب ده حاجه. الحاجه الثانيه بتدي له بري ميديكيشن، يعني بتدي ايه؟ انا بدي زي كده 10 سي سي بالكي جي سلاين، واحط عليها بوتاسيوم، واحط عليها سوليوكورتاف، او بحط عليها افيل، بحط كل البيصه دي تمام، امشيها نص لمده ساعه قبل ما اعلق الفانجيزون. طيب ايه اللي انا بعمل كده؟ ايه اللي انا بحبه ده؟ انا بعمل كده ليه؟ انا بعمل كده عشان خاطر ابعد عن السايد افكتس، اللي هي ايه بقى؟ سايد افكت رقم 1 نيفروتوكسيستي، مشكلته الرئيسيه نيفروتوكسيستي، سيفير نيفروتوكسيستي. يعني بيزود الكريات؟ لا، هو ما بيزودش الكريات تمام. هو المشكله الرئيسيه ان هو ما بيشتغلش على الجلوميرولر ديزيز، هو مينلي بيشتغل على التيوبولر ديفكت، يعني من الاخر كده بيخلي الكلى ابتدى ات كانوت كونسنتريت، ات كانوت الكيدنيز كانوت كونسنتريت يورين، فتبدا تفقد ميه وتفقد بوتاسيوم. فمن الاخر العيان بيخش في سيفير 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 هايبوكاليميا وسيفير بوليوريا تمام. فبالتالي وطبعا تختلف من عيان للتاني، يعني في عيان بيبقى استجابته صعبه جدا وبنضطر نوقف الفانجيزون من كتر السايد افكت بتاعه، وفي عيان تاني لا، الموضوع ما بيبقاش ذات سيفير. فبالتالي رقم 1 نيفروتوكسيستي، رقم 2 بيعمل بوم مارو سبريشن، بس ده بعد استخدام فتره طويله، ويبدا يعمل سرموسايتو في بعض الحالات بس مش كتير، واخيرا هيباتوتوكسيستي تمام. يبقى بالتالي خلي بالكم، ده هيعمل سم ريستريكشن فور اتس يوز. فبالتالي العيانين السيبتك شوك اللي اساسا عنده هو الكيدني افكتد والليفر افكتد، بضطر ان انا اتجنب الامفوتريسين بي. لكن بصراحه مزاياه اكتر من عيوبه، هو برود سبيكترم انتي فانجل قوي
ممكن يستخدم بتاع ده، ما بيستخدمش، ما بيأثرش على طول على الكرياتين، بس على اللونج ران اكيد هيأثر على الجلوميرولر فانكشن. في الاول بيأثر على الرينال فانكشن، على التيوبولار فانكشن، وبعدين بيأثر على على الرينال فانكشن، بيعمل بوليوريا، بيعمل هايبوكاليميا، وممكن يعمل ميتابوليك اسيدوزيس من كتر ما هو بيفقد البيكارب والبوتاسيوم واليورين او البوليوريا اللي بتحصل. تمام، نبدا بقى في الجروب ده. الجروب الاولاني اللي هو الافودرسين بي، اللي عرفنا ان اوله اسمه الفانجيزون واخره اسمه الامبيزون. الجروب الثاني اسمه الازولز. تمام، الازولز دول نفس الكلام، تمام، بيشتغل على الفانجل سيل وول. تمام، الاول واحد حبيبنا وحبيب عيالنا كلهم، الفلوكونازول. تمام، الفلوكونازول، تمام، الفلوكونازول اللي هو الدايفلوكان، طبعا ده حبيبنا، ده اللي هو الوحيد اللي بنستخدمه. يا عم احنا انت وجع دماغنا ليه؟ احنا بنستخدم العيال كلها بنحط لها ديفلوكان وخلاص. تمام، يعني هتعرفوا الموضوع ده مش صح قوي. تمام، المهم الفلوكونازول او الديفلوكان اهو، ده في منه شراب وفي منه ابتدى، او اللي احنا دايما بنديه اللي هو الاي في. تمام، طيب المهم ده بنستخدمه امتى؟ من الاخر ده مع الكانديدا الطيبه، الكانديدا البيكنز. تمام، بس في العيانين نوت نوتروبينك، يعني الناس اللي بتشتغل في عيانين الاورام، اللي الناس بتشتغل في 57 ما يعرفوش يعني ايه ديفلوكان ده. يعني العيان النوتروبينك لا انسوا، الديفلوكان ده بخ. تمام، بخ خالص، مش اي لازمه. تمام، فبالتالي العيان النوتروبينك لا ملوش لازمه خالص معاه، غير في البروفيلاكسس وهنتكلم عنها دلوقتي. تمام، طيب هل الديفلوكان له كعب عالي في حاجه؟ في الكوسيدو مايكوزس والكريبتو مايكوزس منجايتس، ودي حاجه في حاجه فيري 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 رير، وصعب تشخيصها وصعب كل حاجه. هو له الابر هاند ساعتها، وساعتها بيبقى له جود ابتدى سي ان اس بريتيشن، او بيعدي كويس البلاد برين بارير. تمام، فبالتالي في الفانجل منجايتس مفكر في الفلوكونازول، ما تقولش ان هو مش هيعدي البلاد برين بارير، لا بيعدي. تمام، مشكلته ان هو هيباتوتوكسيستي، بس طبعا احنا ما بنشوفش الكلام ده غالبا، لان احنا ما بنستخدموش في فتره طويله اللي يبدا يحصل فيها ايه؟ الهيباتو توكسيستي. تمام، اخوه الكبير بقى الفوليكونازول او الفيفنت. تمام، ده اخو الفلوكونازول الكبير. يعني احنا قلنا الفلوكونازول اللي هو الديفلوكان، اخوه الكبير اللي هو الفوليكونازول او الفيفنت. طبعا انتوا عارفين امبولات الفي فند دي مش مجرد غاليه، هي غاليه بجنون، ب 1300 جنيه الامبول ولا 1400، والاقراص الفي فند اقراص القرص الواحد بحوالي 200 جنيه، يعني شريط لطيف زي ده فيه 10 اقراص ب 2000 جنيه. تمام، طبعا ده الاسعار اللي بيسموها الرسميه. تمام، طبعا هو بتيجي في اسعار ثانيه غير رسميه. تمام، طيب هو تريتمنت اوف تشويس في الاسبرجيلوزيس، وهنتكلم دلوقتي على الاسبرجيلوزيس ان هو بيستخدم هو التريتمنت اوف تشويس، لكن هو ممكن يستخدم برضه في الكانديدا انفكشن، بس مش الفيرست لاين. يعني من الاخر كده اختصارا، لو انت عيان عنده هيباتوتوكسيستي مثلا، او عنده رينال انفكشن او رينال امبيرمنت، وما بيجيبش يورين كويس، وانت خايف ان انت تدي له انفوتيرسين بي، هتضطر تدي له فوليكونازول كسكند لاين بدل الانفوتيرسين بي، او في حل تاني هيجي كمان شويه. تمام، يبقى اذا لكن لو اسبرجيلس، لو انت هيجي كمان شويه ان احنا لو اسبرجيلس اكيد هنستخدم الفوليكونازول. احنا ممكن نديله هو لو تو فورم، اوف اورال فورم في شكل تابلتس، واي في فورم في شكل فايل بيتحل وبيتاخد اي في، زي شبه الميرنم شبه الفانكومايسين. تمام، مشكلته ان هو بيعمل هيباتوتوكسيستي، بس تو اليسر ليفل يعني. تمام، لكن اللي فعلا بيعمله بشكل عنيف جدا 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 اكيوتي انترفال برولونجيشن. طب اكيوتي انترفال برولونجيشن ده يعني ايه؟ تمام، يعني ده سام سورت اوف اريثميا. تمام، حضرتك يا جماعه سامعيني في مشكله في الصوت؟ انا حاسس ان في مشكله في الصوت. سامعني كويس؟ صوت كويس جدا يا دكتور. تمام، كويس. تمام، طيب ابتدى الكيوتي انترفال برولونجيشن ده بيبقى من الاخر كده ما قبل، خلي بالكم ركزوا في الكلمه اللي انا هقولها دي، الكيوتي انترفال برولونجيشن ده ما قبل الفي تاك الفنتريكولار تاكيكارديا. فالعيان ده من الاخر كده لو انت مديله فوريكونازول واذا معاه تافانيك ولا حاجه عشان الشست، غالبا العيان ده بيبقى عنده نمونيا، فالنمونيا دي بعد شويه انت بتشك انها اسبرجيلس نمونيا، فبتبقى اساسا مدي برده مغطي البكتيريا بحاجه زي التافانيك، وتحط معاه فوريكونازول، ودي شفناها في 57 كتير جدا جدا جدا.
يبدا العيان يخش في كيو تي انترفال. انت برولونجيشن انت ما تاخدش بالك, برولونج كيو تي انترفال انت ما تاخدش بالك منها لانه في الاخر انت حاطه على مونيتور وخلاص, ما بتحسبش كل شويه كيو تي انترفال ولا حاجه. تمام, فجاه تلاقي العيان دخل في في تاك. تمام, وسبب الموضوع ده ايه؟ الفوري. وانس انت وقفت الفي فند الدنيا بتبدا تتحسن. انا هعدي بقى التو سلايدز دول بسرعه شويه لان ده شويه الناس المتخصصه والناس اللي هي بتاخد الناس اللي هي بتاخد يعني اللي هم شغالين في 57 وشغالين مع الاورام. البوساكونازول ده سلفج ثيرابي في الميوكار بوكامايكوزس, ده بيتاخد اورال. ده ما يعني لو سمحتوا ما تقلقش نفسك انت كجنرال بيديتشن بيه, بس البوساكونازول ده بيتاخد اورال وبيتاخد في الميوكار مايكوز. وفي حاجه اسمها اتراكونازول, ودول بتوع التشست بيحبوه جدا. زمايلنا بتوع التشست بتوع البالمونولوجي بيحبوا الاتراكونازول جدا في حالات السيستيك فايبروزس اللي بيبقى معاها كويري ان يبقى فيها فانجل انفكشن, الحالات السبيوراتيف لانج ديزيز اللي بيبقى قاعد فتره طويله على انتي بايوتيك فبيديله اتراكونازول. العيان الازماتيك اللي هو واخد ستيرويدز فتره طويله, الستيرويد ريزيستنت ازمه وكان فضل فتره طويله على ستيرويدز وبدا يجي له انفكشن, فبيفكر تماما في الاتراكونازول. الاتراكونازول مشكلته ان هو ابتدى الى حد كبير ما ينفعش في السيفير كيسز, فتلاقيني انا بتاع رعايه ما بحبوش قوي. ليه ما بحبوش؟ لانه ما بديهوش ابدا في الـ في الـ في ابتدى في الحالات بتاعتي. حتى هو علاجه بيستخدم فيه المايل تو مودريت, المايل تو مودريت كل حاجه تلاقيه مايل تو مودريت في الهيستوبلازموزس, في الاسبرجيلوزس, في الكوسيومايكوز. ما مش هكدب عليكم, انا كواحد ابتدى انتنسفست او انت كواحد بتاع نيكيو او كواحد كجنرال بيدياتريكس, انت غالبا عمرك ما هتكتب الاتراكونازول. يبقى احنا اتفقنا البوزاكونازول ده دول بتوع الاونكولوجي اللي بيكتبوه. تمام, الاترا بتوع البالمونولوجي والاونكولوجي برضه, بس بتوع البالمونولوجي مين اللي بيكتبوه؟ وبيعمل سيفير جت ديستربنس, سيفير جت ديستربنس سخيف جدا. تمام, وحاجه اسمها ايزافوكونازول ده مش موجود في مصر. تمام, اللي هو في الاسبرجين ده مش موجود في مصر حتى, مش صوره. تمام, طيب الكينوكاندينز ده اللي هو الكينوكاندينز دول مجموعه من او جروب من الانتي فانجلز, ودول مهمين جدا 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 وهربانين مننا كلنا. تمام, يعني احنا كلنا ما بنبقاش واخدين بالنا منهم, وهم مهمين جدا وطيبين ولطاف جدا. تمام, ده بيستخدم في اول كيسز اوف انفيزيف كانديديزس. يعني وانس ان العيان ده طلع كانديدا, لو سمحت استخدمهم. تمام, هم ثلاثه مشهورين خالص. تمام, اول واحد المايكافانجين او المايكامين, الثاني الكانسيداس او هم من الاخر كده كاسبوفانجين, والاخيره اللي هو الاندولا فانجين. تمام, الثلاثه موجودين في مصر يا جماعه, الثلاثه موجودين في مصر. مشكلتهم الرئيسيه الكوست. تمام, انت بتتكلم في المايكامين ده يمكن ارخصهم. تمام, الكاسبوفانجين ده الامبول ب 2000 جنيه, والانديولا والانديولاز ده اللي هو بتاع فايزر, هو على فكره مش ده اللي موجود في مصر, بتاع الموجود في مصر بتاع فايزر. المهم يعني الاثنين دول انت بتتكلم الامبول في من 1800 ل 2000 جنيه. تمام, المايكامين ارخص شويه, يعني مش برضه ب 1000 وشويه. تمام, بس يعني ارخص شويه. المهم الفكره كلها ان اول وانس ان انت شخصت العيان كانديدا, المفروض تدي حاجه من الثلاثه دول. الميزه فيهم الرئيسيه ان هو بيعملوا هيباتايتس ان ا فيري 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 ماينور كيسز. يعني انا عمري ما شفت هيباتايتس نتيجه كاسبوفانجين او 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 مايكافانجين. احنا كنا بنستخدم الثلاثه في 57, ما فيش, انا ما شفتش تقريبا ولا حاله جالها هيباتايتس او سكين ريشز او عملت كومبليكيشن. دايما الكومبليكيشن فيها قليله جدا 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 جدا. تمام, سواء المايكامين, سواء الكاسبوفانجين, سواء الاندولافانجين. فانتوا لو تلاحظوا من امن الحاجات اللي ممكن ناخدها, حاجات من الحاجات السيف تماما اللي انتوا ممكن تاخدها, حاجه من الثلاثه دول. تمام, لازم نبقى في دماغنا ان احنا دلوقتي ان تاني هرجع بس نقطه مهمه جدا. احنا بعد ما شفناهم كده وتعرفنا عليهم, نبص عليهم بصه. احنا عندنا الجروب بتاع الانفوتيرسين بي ده الجروب الاولاني, وده عرفنا ان في منه الفانجيزون والامبيزون. الفانجيزون ده ال كونفنشنال, والامبيزون ده اللي هو بتاعه الليبوزومال. تمام, طيب ميزتهم ايه؟ ميزتهم الرئيسيه ان هم برود سبيكترم, بيشتغلوا على السيل وول. وميزتهم ان هم مش غاليين قوي. تمام, اقلهم في الغلو.
حلو. مشكلتهم ان هم بيعملوا رينال تيوبولر افكشن سيفير. تمام. الازولز من الاخر في مصر هنا واللي احنا بنستخدمهم كتير الفلوكونازول اللي هو الغلبان بتاعنا الديفلوكان، واخوه الكبير اللي هو الفوريكونازول اللي هو الفيفند. تمام. الفيفند بتاع الاسبرجيلس والديفلوكان ده بتاع الكانديدا قلب كانسر الغلبان. تمام. الايكاينوكاينيز ده اللي هم الثلاثه بتاع اللي هم كازبو مايكا فانجين، كازبو فانجين، انديولا فانجين، بيستخدموا في ايه؟ في الكانديدا فقط. دول بيستخدموا في الكانديدا فقط. حلو، عرفنا كده ايه بسرعه اتعرفنا عليهم. طب يلا نشوف how to manage a case of invasive fungal infection in ICU. طبعا احنا عرفنا كويس قوي، خلي بالك يا جماعه ICU ده NICU PICU. اوكي، عرفنا كويس قوي احنا ان احنا most commonly ده المشكله في المشكله كانديدا. تمام. الاسبرجيلس والميوكر احنا عرفنا كويس ان هم دول لهم طريقه معينه في التشخيص وهم مختلفين خالص عن الكانديدا. تمام. عرفنا كمان ان بتاع ده ان 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 هي الكانديدا هي دي الموست كومن اللي هتحصل عندنا، وبتحصل ممكن في الاميون كومتنت بيشنت، مش لازم اميون كومبرومايز. جميل. الفكره بقى، ودي معلش لو سمحتوا الاربعه او الخمسه سلايدز اللي جايين هم اهم شيء في كل المحاضره اللي فاتت واللي جايه. يعني الناس معلش لو سمحتوا تركز بس في الشويه اللي جايين دول. تمام. هم دول اهم شيء على الاطلاق. طيب يلا نبدا. تمام. بص يا جماعه، الفكره كلها ان احنا التعامل بتاعنا مع الانفيزيف فانجل انفكشن بيبقى كالاتي. تمام. يا اما بتدي بروفيلاكسيس، يا اما بتدي بري امبتيف، يا اما بتدي امبيريكال، يا اما بتدي تارجت. يلا يعني ايه بقى؟ يعني بكل بساطه بروفيلاكسيس ده عيان اكيد ما عندوش فانجل انفكشن ولا ناوي يتعرض لفانجل انفكشن، بس هو مناعته وحشه، فانا خايف اذ ربما في لحظه من اللحظات وفي وقت من الاوقات وفي دقيقه من الدقائق ان هو ممكن يجي له فانجل انفكشن. ده العيان البروفيلاكس. البري امتيف، البري امتيف ده العيان بدا يظهر، ابتدى العيان ده بدا يبقى عنده ريسك فاكتور، بس بصراحه هو ما عندوش اي ساينز اوف انفكشن. فبري امتيف انا ببدا ما قبل ما هو يفكر يبقى عنده انفكشن. تمام. الامبيريكال انا خلاص بقى عندي انفكشن، ومعايا ريسك فاكتور. يعني انا عيان بيسخن والسي ار بي بتاعي قوي بلا 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 وبقى معايا ريسك فاكتور. تمام. فبدي نوع امبيريكال. تمام. التارجتد انا معايا كلتشر او حاجه تثبت ان انا ما عندي فانجل انفكشن. دول الاربع طرق اللي احنا بنحط عليهم الانتي فانجل، وهنتكلم عليهم بتفاصيل حالا. تمام. يلا اهو اول حاجه. تمام. As a general rule, rapid initiation of appropriate antifungal therapy has been shown to reduce mortality in patients with candida. احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم على الكندا. الكندا هو اهم شيء، هي اكتر حاجه بنشوفها. الاسبرجيلس والميوكر نادرا لما نشوفهم في الجنرال بيدياتريكس. سيبوا الاسبرجيلس والميوكر للناس بتوع الانكولوجي. تمام. يبقى اهم حاجه ان انت رابد وايرلي انيشيشن اوف ابروبريت انتي فانجل ثيرابي، ادي انتي فانجل محترم اخبطه كده انزل اقل بيحسن جدا المورتاليتي ان بيشنتس ويز كانديديميا. جميل. رقم واحد بروفيلاكسيس. بروفيلاكسيس بصوا مكتوب ايه يا جماعه، معلش انا هقرا الكلام بالتفصيل. restricted to a very specific groups of patients who are high risk of fungal infection. من الاخر كده العيانين immune deficiency بس، وهنقوله هم مين دلوقتي حالا. تمام. فدي من الاخر انت كجنرال بيدياتريشن، انت كانتنسيست، انت كنيوناتولوجيست، مفيش عيان بتحط له بروفيلاكسيس. اختصارا دول مين؟ دول بتوع الايمونولوجي وبتوع الانكولوجي. الايمونولوجي والانكولوجي بس اللي هم الى حد كبير منعتهم قليله، هم دول اللي مسموح لهم يحطوا بروفيلاكسيس. لكن انت كبيدياتريشن لا. تمام. مفيش عيان تقول له يلا انت منعتك قليله اما اديك بروفيلاكسيس كده انا حاسس بيك. مش حاجه اسمها كده. الوحيدين اللي مسموح لهم هم بس بتوع الايميونولوجي وبتوع الانكولوجي.
حلو كده؟ طيب الثاني البريمتيف، بريمتيف يعني ايه؟ فور كولونايزد بيشنت اور ذوز ويز هاي ريسك، الناس بقى اللي دخلوا في الهاي ريسك ده. احنا المره اللي فاتت قلنا الهاي ريسك جروب بتاع الكلب ده ايه؟ احنا اتفقنا ان هو يبقى مركب سنترال لاين وبيبقى بتاع ده وبيبقى ماشي واخد وبتاع ده وبياخد تي بي ان فاتح بطنه ابتدى انتستينال سيرجري محطوط برنامج ميكانيكال فنتيليشن مركب سنترال لاين الحاجات اتفقنا اللي هو الهاي ريسك ده تمام ده بري امبتيف تمام طيب امبيريكال بقى مسبتك تمام بقى مسبتك ونوت ريسبوندينج تو ابروبريت انتيبايوتيك تمام يبقى انا عندي بقى عيان بقى مسبتك وهو بري امبتيف اساسا هو عنده هاي ريسك كده خلاص كده احلوه تمام التارجتد ده فور كونفيرمد كيسز ويز كلتشر حلو كده دور اربع طرق ان انا ادي للحالات الانتي فانجل ستايل بسرعه بس ارجوكم ما تركزوش مش فارقه قوي تمام لان الحاجات دي مش بتاعتنا خالص تمام اكوردنج تو بتاع ده رويال تشيلدرنز هوسبيتال في ملبورن في استراليا تمام احنا المفروض ندي الفلوكونازول او اللايبوزوم الانفوتريس اللي هو الامبيزون او المايكوفانجين ممكن نستخدمها از بروفيلاكسس للبيشنت اهو بصوا مكتوب ايه انتي فانجل بروفيلاكسس فور تشيلدرن وذ كانسر اور اندر جوينج اللي هو بون مارو ترانسبلانتيشن هم بويتك ستيم سيل ترانسبلانت تمام يعني بالتالي ده بس ريستريكتد للحالات دي مفيش حاجه اسمها اصل الواد ده بريترم قوي وانا حاسس انه عنده بتاع ده اكيد عنده الاميونيتي بتاعته ضعيفه فانا هديله انتي فانجل حضرتك انت بتقول انت بتخرف تمام مفيش اسمها حاجه اسمها انتي فانجل لعين اصل بريترم قوي كده وصغير تمام لا يا فندم حضرتك بتخرف انا اسف تمام طيب البتاع ده مين الهاي ريسك هم كاتبين لك هاي ريسك ورلابس اكيوت ليكيميا انا مش حافظ الجدول ده عشان احنا نعرفه انا حاطط الجدول ده لحضراتكم عشان تعرفوا ان دول منظر العيانين اللي بياخدوا البتاع ده بروفيلاكتيك انتي فانجل يعني مكتوب فينا في الهاي ريسك ريلابسد اكيوت لوكيميا هاي ريسك وفيري هاي ريسك ايه ال والوجينيك بتاع ده هيموبويتك ستيم سيل ترانسبلانتيشن اللي هو من الاخر كده العيانين بتوع البون مارو ترانسبلانتيشن او سيفير ابلاستيك انيميا تمام حاجه في الحدود دي لكن ما فيش حاجه اسمها مش ده تخيلوا سبوراديك اوكيرنس في البيدياتريك سوليد تيومر والبرين تيومر والهوجكن لينفوما اخر حاجه اخر السطور تحت تمام فارجوكم ما فيش فيها بقى نيونيت وما فيش فيها اصل عيان قاعد كتير عندنا في الرعايه وعيان بقاله كتير على برود سبيكترا وانت ما شفتوش الكلام تمام طيب ادي البروفيلاكتيك انتي فانجلز واتفقنا ان دي مش بتاعتنا مش احنا اللي بنكتب الكلام البري امبتيف او امبيريكال نبدا بقى الكلام المهم السلايد الجايه دي يا جماعه هي دي السلايد اللي من الاخر كده اللي انا ببني عليها كل اللي فات عشان اوصل للسلايد اللي جايه دي لو فهمت السلايد الجايه دي انا خلاص انا كده عايز اروح بقى تمام طيب امتى ادي بقى الانتي فانجل تمام عندي فيفر بلس نو ريسبونس للانتي بايوتكس لمده من 2 ل 5 ايام نو ريسبونس خالص لسه هاي فيفر سواء لابس او راد او كلينيكال او لاب زي الزفت والعيان في الاي سي يو معاه ريسك فاكتورز انا قلت احنا اتفقنا على ايه الريسك فاكتورز بقى مش هقعد اعيدها كل 100 مره تمام هسال نفسي سؤال مهم قوي هو نيتروبينك اور نوت نون نيتروبينك اوكي طب نون كريتيكال ونون كروزياي يعني ايه كروزياي؟ ما احنا اتفقنا ان الكانديدا اللي موجوده في كانديدا قلب كنز ونون قلب كنز النون قلب كنز زي ما قلنا المره اللي فاتت في حاجه نوع اسمه كروزياي او كروزي تمام الكروزياي ده تمام ده نوع من نون قلب كنز الريزيستنت السخيف تمام لو العيان نون كريتيكال غالبا ده مش العيان بتاعنا تمام بس ممكن اقول لك النون كريتيكال ده عيان مثلا داخل يصلح فلويدز يصلح الكترات امبالانس يعني عيان مش على فنتليتور مش على انتوبس مش نايب ستيم ميلا يعني تمام داخل عشان خاطر جوان باري تمام يعني حاجه من الحاجات دي يبقى اذا هو عنده فيفر ونو ريسبونس للانتي بايوتيك واي سي يو بيشنتس ومعاه ريسك فاكتور هسال نفسي السؤال الاولاني نيتروبينك اور نوت نيتروبينك طب السؤال الثاني هو نون كريتيكال ونون كروزياي يعني ايه نون كروزياي؟ يعني من الاخر كده لما زرع المزرعه بتاعته مش كروزياي او انا الانفكشن اللي عندي دايما في الرعايه بيطلع كانديدا مش كانديدا كروزياي ساعتها هتحط فلوكانازول اللي هو الدفلوكان بتاعنا ابننا الدفلوكان طيب طب لو كان لا كريتيكال او انا دايما بزرع عندي كروزياي في الرعايه او هو كان مزرع كروزياي قبل كده لا الفيرست لاين عندي كازموفانجين او امبيزون اوبا فين اسمه ايه ده الفلوكونازول لا كروسون طيب
بخ كل سنه تمام. تاني بقى تاني كده ده اهم ده يا جماعه هي دي اهم سلايد ايفر تمام. انا بقالي اربع ساعات ساعتين المره اللي فاتت وساعتين المره دي بوحى صوتي عشان اوصل للسلايد دي تمام. العيان عنده فيفر تاني العيان عنده فيفر ونو ريسبونس تو انتيبيوتكس فور 2 تو 5 دايز وريسك فاكتور. ثلاث حاجات اهم ريسك فاكتور تمام. اي سو ريسك فاكتورز اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت ورغينا فيها بما فيه الكفايه. اسال نفس السؤال الاولاني نوتروبينك اور نوت؟ لا مش نوتروبينك تمام. مش نوتروبينك يعني مش ايمين ديفيشنسي طب خلاص ده نون كريتيكال. طب السؤال الثاني ده نون كريتيكال ونون كروزي اي نون كريتيكال يبقى يحط فلوكونازول تمام. نون كريتيكال ده يعني مش على فنتليتور مش على مش على مش على انتروبس تمام. لكن مثلا ممكن داخل بمايلد نمونيا كده على النيزل ولا بتاع كده يعني تمام. مش عارف داخل بالكترات امبالانس جامبري وبتاع وماشي ماشي يعني تمام. العيان الثاني لا كريتيكال او كروزي اي تمام. والكروزي اي دي اللي هي كانديدا كروزي اي دي دايما بت 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 بتزرع معايا سواء عنده او في الاريا في منطقه الاي سي يو كلها تمام. اعمل ايه؟ احط كاسبو فانجين او امبيزوم. كاسبو فانجين او امبيزوم خلاص كده خلصنا تمام. كاسبو فانجين او امبيزوم لمده قد ايه؟ هنقول لمده قد ايه وبعدين دي اسكاليت بعد ما يبقى لما يبقى نون كريتيكال ونون كروزي اي هنا دي بعد ما يتحسن يبقى كريتيكال ونون كريتيكال ونون كروزي اي هنا ننزل بعد كده ننزل للفلوكونزي. حلو كده؟ يعني طول ما هو كريتيكال او كروزاي احنا في الحته دي. لو الدنيا اتحسنت نبدا نخش هنا نرجع تاني لايه؟ للديفلوكان. حلو كده؟ حلو. طب لو هو اساسا نيتروبينك تمام؟ سواء بقى كريتيكال او لا، نيتروبينك سواء كريتيكال او لا، نيتروبينك يبقى هو بس كاسبو فانجين او امبيزوم وبعدين بعد ما يتحسن يبقى خلاص ستيبل تماما ما عادش نيتروبينك وما عادش كريتيكال نقلبه ايه؟ لفلوكونازول اللي هو ايه؟ الديفلوكان تمام؟ يبقى تاني فيفر ونو سبنس انت بدك 2 ل 5 ايام ومعنده ريسك فاكتور. اسال نفسي السؤال الاولاني نوتروبينك ولا لا؟ لا نوتروبينك ولا لا؟ نوتروبينك. اسال نفسي السؤال الثاني كريتيكال او كروزي اي؟ لو لا يبقى ديفلوكان. لو يبقى كازمو فانجين او امبيزون ودي اسكاليت بعدها للديفلوكان. حلو. لو نوتروبينك اور بلس او ماينس كريتيكال سواء كريتيكال او لا ساعتها بكاسبو فانجين او امبيزوم وبعدين بعد ما يتحسن احط له ايه؟ الفلوكونازول تمام؟ انا مستعد للاسئله. هقف لمده دقيقتين كده ومستعد للاسئله. انا متخيل ان هنا هي الحته دي بتاعه اللخبطه، هي الحته دي الرخمه وبتاعه اللخبطه وبتاعه ايه الكلام انت بتقوله ده يا عم؟ احنا ما بنعملش كده يعني. كل الحاجات اللي انتوا عايزين تقولوها انا مستعد اسمعها. ايه ده ما حدش عايز يقول حاجه؟ انتوا عارفين الكلام ده؟ ولا نمتوا مني ولا ايه ده؟ لا تمام يا دكتور ما شاء الله تمام. يعني خلاص انتوا كده يعني مستوعبين والدنيا تمام. طيب الحمد لله مبسوط يعني. لا مش مشكله ان انتوا ما بتعملوش كده. الفكره كلها سيبك من انت تعملي ايه. الفكره كلها انا هقول لك انا جايبها منين. انا مش مالفها تمام. الحاجات دي انا خلي بالكم انا مش مالفها تمام. انا جايبها من جايد لاينز وهقول لكم منين دلوقتي حالا. بس هي الفكره اللي انا عايز بس اقولها انتوا بتعملوا كده او لا مش مشكله بس انتوا فاهمين اللي انا بقوله عشان خاطر انا ما انا عادي ما انا كنت بقرا في الفنتيليشن وما كنتش بعمل كل الكلام اللي انا بقراه تمام. وبس انا بس ابقى فاهم هو بيقول ايه تمام. يعني هل في مشكله في استيعاب الكلام؟ انا بس ده اللي بتكلم فيه. طيب الحمد لله يعني الموضوع كويس بس المشكله ان احنا ما بنطبقش. ايوه يا باشا وانا كمان مش بطبق على احسن ما يرام. انا عندي برضو مشكله في الفلوس زيكم تمام. المهم طيب البري ميديكيشن بتاع الامفوتريسين بكل بساطه يا دكتوره بتحطي لو قلنا ان العيان ده 10 كيلو تمام فانت بتحطي 10 سي سي بير كي جي سلاين. يعني ايه 10 كيلو 10 في 10 ب 100 بتحطي 100 سم سلاين بلس بتحطي من الاخر كده سنتي لكل 10 كيلو بوتاسيوم بالتقريب. رقم مش جزافي يعني رقم تقريبي تمام. فانت بحط تقريبا سنتي بوتاسيوم تمام بلس بتحطي سوليو كورتيف. ده احسبي سوليو كورتيف
على من 2 ل 3 ملي جرام لكل كيلو. من الاخر كده الولد 10 كيلو يعني 20 ملي جرام او 30 ملي جرام سوري حوالي 30 ملي جرام يعني تقريبا 30 وحده بسلينج انسولين تحطيها عليها سولي كورتيف. تمام. طيب يبقى اذا سولي كورتيف بوتاسيوم بتاع و 100 سم سلايد، واخر حاجه ممكن تحطي افيل، ممكن تحطي شطه للكيلو افيل. تمام. يبقى كده عملتي ايه الايه التركيب. حطي القصه دي في ساعه قبل ما تعلقي الانفوتيرسين بي او تعلقي الايه الفانجيزون. طيب بعد ما علقتي انا بتابع البوتاسيوم كل 12 ساعه، طول ما انا ماشي على الفانجيزون بتابع البوتاسيوم كل 12 ساعه. تمام. وبصلح طبعا البوتاسيوم كل شويه، وبعلق بوتاسيوم على المحاليل، وممكن اديله بوتاسيوم اورال اللي هو كان افورد. تمام. الديوريشن قد ايه بالراحه بقى عشان خاطر الحته دي رخمه وسخيفه ودمها تقيل. تمام. بس دي مش مشكله، مش مطلوب من حضراتكم ان انتم تحفظوها، كده كده هعرفكم انتوا هتجيبوا الجايد لاينز منين، وكده كده لما العيان احنا اتفقنا المره اللي فاتت اي عيان يتشخص كانديدا بعمل له ثلاث حاجات، بعمل له فندس اكزامينشن، بعمل له ايكو عشان الفندس عشان اشوف لو في ريتينايتس، بعمل له ايكو عشان اشوف ان في ان اذا كان في فيجيتيشنز على الهارت ولا لا، وبعمل له سونار على البطن او سي تي عشان اشوف في هيباتوسبلينك كانديديزيس يس اور. تمام. طيب تمام. قعدوا قد ايه بقى لو حسب هي بوست في كلتشر ولا لا، او حسب هي واصله فين في الحاجات اللي انا قلت عليها دي. لو بوست في كلتشر بفضل اعيد الكلتشر افري 2 دايز. تمام. طب ما هي دي هتطلع لي لسه كمان 5 ايام ولا 10 ايام، ما يهمش، انا بعيد الكفر كلتشر كل 2 دايز. هقول لك ليه؟ لان انا بوقف الانتي فانجل بعد 14 يوم من اول نيجاتيف كلتشر. تاني انا دلوقتي النهارده يوم 10/8. تمام. طلعت لي كانديدا. تمام. فانا بدات انتي فانجل، حلو. تمام. يوم 12/8 اسحب كمان واحده، ما هو لسه ما طلعتش، انا مكمل على الانتي فانجل. اي حد قال لك ما تكملش كمل. تمام. يوم 12/8، يوم 14/8، يوم 16/8، يوم 18/8 كانت بتاعت 12 طلعت. تمام. وطلعت لي لسه بوزيتيف، يبقى انا لسه قاعد مكمل كل يومين اسحب كلشر، كل يوم اسحب كلشر. تمام. لغايه اما تجي لي كلشر تطلع نيجاتيف، اول ما تطلع نيجاتيف الكلشر اروح حاسب من ساعتها 14 يوم من الكلشر دي من ساعه ما اتسحبت. يعني مثلا جيت على يوم 23/8 العيد بتاعه 18 اللي مسحوها من 5 6 ايام طلعت لي نيجاتيف. تمام. 18 طلعت نيجاتيف، نحسب بقى منها 14 يوم. تمام. يبقى كده توتال ممكن يبقى يقعد قرب الشهر. ما يقعد شهر، هو هتبقى تقريبا كده. تمام. قرب 3 4 اسابيع. طبعا هو بيحصل كده. طب انا السؤال، ينفع اقعد الثلاث اربع اسابيع على الكازموفانجين؟ لا يا جماعه، ما احنا اتفقنا احنا بندي الكازموفانجين طول ما هو كريتيكال او كروزياي. وانس ان هو ما طلعش كروزياي في الكالتشر او طلع او هو ما عادش كريتيكال انزل الديفلوكان. يعني انا مش لازم افضل ال 18 يوم ولا ال 20 يوم ولا شهر افضل مديله الكازموفانجين، لا انا ممكن ادي 5 6 ايام. وانس ان اتشال من على الفنتليتور بقى والعيان بدا يتحسن والفيفر احسن وبتاع، يلا يا باشا اقلب الديفلوكان على طول. تمام. طيب دي لو بوزيتيف كلتشر. لو نيجاتيف كلتشر ابتدى لو سواء بقى لو امبروفنج فيفر. تمام. لو الفيفر اتحسنت على الانتي فانجل بس هي الكلتشر طالعه نيجاتيف، هي ما كانتش بتاع، هي كانت بس العيان كان في الريسك فاكتور زي ما اتفقنا والفيفر وبتاع، فهو اتحسن، فانا هقعد 14 يوم وهوقفه خلاص. تمام. وافضل اعيد الكلتشر لغايه اما ايه لو قعدت تطلع مرتين ثلاثه كده نيجاتيف فخلاص هسكت. تمام. هعمل ايه يعني؟ تمام. بس انا العيان اتحسن كلينيكال حتى لو ما طلعش في الكلتشر، لان احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان بلاد كلتشر اليلد بتاعها 50% بس. تمام. يعني ممكن تطلع 50% من الحالات بس بوزيتيف. تمام. 50% من الحالات كده هتطلع بوزيتيف. تمام. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين، لو نوت امبروفنج فيفر، لا دور على حاجه ثانيه، دور على حاجه ثانيه سبب الفيفر. يبقى ثاني لو العيان بوست في كلتشر هيقعد كده بعد 14 يوم من الاول نيجاتيف كلتشر واسحب كل يوم. لو نيجاتيف كلتشر السنه الكلتشر ما طلعش فيها حاجه، وانا كنت حاطط الحاجات دي امبيريكال زي ما اتفقنا من شويه، الانتي فانجل امبيريكال زي ما اتفقنا من شويه، لو عملت كده يبقى هو ابتدى اشوف الفيفر اتحسنت ولا لا. الفيفر بتتحسن يبقى ابتدى افضل 14 يوم ووقف. ما الفيفر ما تتحسنش يبقى في سبب ثاني للفيفر، مش هي ايه؟ مش هي الفانجل انفكشن. طيب لو ابتدى يبقى
از جنرال رول بقى نلخص اللي احنا بتاع اللي احنا اتكلمنا فيه. اول حاجه ستارت فيري اجريسيف، يعني تضرب جامد جدا وبعدين تهدى بعد شويه، تمام. الانفوبي والكاسبوفانجين هم الانفوبي والكاسبوفانجين هم الاهم. الفلوكونازون يعني مش قوي، تمام. الاستيرويدز شورت كورس وسمول دوز مي بي نيدد في اجريسيف انفكشن. يعني خلي بالكم ان انا ممكن ادي ستيرويدز في عيان في كانديديميا، ايوه ده انت كمان مش كده بس، ده في بعض الحاجات وهنتكلم فيها حالا اهو اللي انت لازم تدي فيها ستيرويدز بس شورت كورس وسمول دوز، يعني مش هنفضل ماشيين عليها فور لونج تايم، تمام. لونج تيرم تريتمنت فور ذم بروفلاكسز الهايبرسكول انا ماليش دعوه بيها، تمام. انا مش بتوعي دول. اهم حاجه، الحاجه دي انا نسيت اقولها ومهم كويس ان انا اكتبها هنا، تمام يا جماعه. اي حاجه جوه العيان شيلوها، مركب قسطره بول شيلها، مركب سي في بي شيلها، مركب ماهوكر شيلها. اقول لك الاكتر من كده بقى، لو مركب فالف المفروض تكلم بتوع القلب والصدر عشان خاطر يشوف هيشيلوها ولا لا. نكلم القلب والصدر عشان نشوف هيشيلوها ولا لا، تمام. سيرجيكال انترفنشن في الفالف ريبليسمنت زي ما اتفقنا، تمام. يعني خلي بالكم مركب بروستيك فالف، ممكن نكلم الايه القلب والصدر ان هم يجوا يشيلوا البروستيك فالف. وطبعا ساعتها يا جماعه ده ما بيبقاش قرار كده سريع، ده بيبقى قرار محتاج ايه ديبيت ونتكلم وهنستفيد ايه وهما هيستفيدوا ايه والكلام الايه اللطيف ده، تمام. فبالتالي وانس ان عندك كانديدا شيل كل حاجه جوه العيان، مركب ماهوكر، مركب سنتر لاين، مركب امبليكال كاس في الـ في الـ في الـ في, الـ في النيونيت، شيل القاذورات دي وركب بريفرال كانيولا، شيل القاذورات دي باي شكل، تمام. دي قاذورات والكانديدا بتموت، بتحب جدا حاجتين، بتحب الميه وبتحب الفورم بادي، تروح تقعد على الفورم بادي كده وتبقى مبسوطه جدا. لو في في بي شنط فنتريكولار بريتونيال شنط بتاعت العيان اللي عند الهيدروكيفلس كمان، تمام. ف يعني مهم جدا الكلام ده يا جماعه، كله يتحس، كله يتشاق بلا استثناء، تمام. كله يتشاق، وطبعا ده بيبقى زي ما اتفقنا بيبقى زي ديسكشن كده ما بينكم وبين الجراحين، دي مهمه جدا، لان طبعا مثلا في بي شنط ده حاجه مهمه جدا، هنعمل ايه ساعتها؟ هم بيركبوا حاجه اسمها اي في دي او اكسترا اكسترنال فنتريكولار درين، تمام. ده مهم خالص الحاجات دي، تمام. البتاع ده الانفيزيف كانديديز بقى اللي مش في البلاد، احنا اتفقنا احنا هنعمل سونار وهنعمل ايكو وهنعمل البتاع ده فاندس اكزامينشن. لو وصل ان الموضوع بقى، واتفقنا من شويه لما كنا هنا بنقول لو بص في كلتشر والنيجاتيف كلتشر قلنا هنوقف امتى الانتي فانجل. طب لو الموضوع بقى وصل ان هو بقى وصل هيباتوسبلينيك، انا هفضل مانثز انت كام شهر ما حدش قال، تمام. يعني هنفضل لغايه مثلا ممكن 6 شهور، ممكن يفضل سنه على الانتي فانجل. طب هو ازاي هيفضل سنه؟ لا هياخد اورال بقى وهيروح البيت ويكمل عليها في البيت، يعني قصه بقى، قصه حزينه جدا. ولازم طبعا ساعتها انت بتبعت للدكتور للدكاتره بتوع التخصص، يعني هيباتوسبلينك ده بتبعت له بتاع الهيباتولوجي يشوف هيوقفه امتى، تمام. يفضل يتابعه كل اسبوعين ثلاثه بسونار، يعني تبقى يعني عيان ميزربل تماما، تمام. ودايما العيان ده غالبا ايمين ديفيشنسي، يعني تمام. والستيرويدز طبعا ايرلي الستيرويدز شورت كورس، الشورت كورس ده من 2 ل 3 ايام اب تو 5 ايام ماكسيموم. وسمول دوزز بتبقى سمول دوزز كده اوف ديكساميثازون، تمام. اوف في الهيباتوسبلينيك او في الكاريديمي عامه. الريتينال بفضل من 4 ل 6 اسابيع، تمام. 4 ل 6 اسابيع يا جماعه، معلش هي مكتوبه هنا غلط، مش لغايه، يعني 4 ل 6 اسابيع بعد الكومبليت ريزوليوشن، بعد الكومبليت ريزوليوشن، يعني بفضل يعني لغايه لما يعمل لي فانجس اكزامينشن يقول لي خلاص ما عادش فيه دلوقتي ليجنز، بفضل بعدها ب4 ل 6 اسابيع، يعني كتير جدا، تمام. ممكن بدي حاجه اسمها انترا فيترال انفوتريسين بي، بحقن انفوتريسين بي في الفيترس، تمام. اندوكاردايتس دي كارثه سودة، تمام. بضطر امشي على انتي فانجل لونج تيرم، وغالبا بتعمل فالف ريبليسمنت لمين؟ للفالف السليم، لا انا قصدي للفالف العادي، مش للفالف اساسا كان بروسيتك، يعني مش عيان كان مركب بروسيتك فالف يتحط عليه يتغير، لا يا فندم. ده لو فالف عادي وجا عليه اندوكاردايتس كل سنه وانت طيب. لو ابتدى لو مننجايتس، لا تنسى بس في المننجايتس، وده رير، يعني انا شفتها قليل قوي ان يجي فانجل مننجايتس، ده رير يعني، تمام. بيحصل تيل كومبليت ريزوليوشن، ده بيبقى غالبا شبه البلاد ستريم، يعني انفكشن او سبسس. ولا تنسى برضه الاستيرويدز، يبقى الاستيرويدز 100
mainly في الهيباتوسبلينيك والمينينجايتس. تمام، في الهيباتوسبلينيك والمينينجايتس. غير كده ما تقلقش قوي من فكره عدوى قد ايه، لان ده هيفضل كتير جدا وهتدخل معاك تخصصات ثانيه. يعني بتاع في الريتن هتدخل الرمد، في الاندوكاردايس اتكلم بتاع بتاع القلب، في المينينجايتس بتاع المخ والاعصاب، والهيباتوسبلينيك بتكلم بتاع الهيباتولوجي قعدوا لغايه قد ايه وهم عندهم هم بتاع. طب انا اتلخبطت مش عارف اعمل ايه. اهو يا فندم انا جبت لك الجايد لاينز فين. تمام، مكتوبه هي كلينيكال جايد لاينز في الايدز، حاجه اسمها ايدز جايد لاينز انفكشس ديزيز سوسايتي اوف امريكا جايد لاينز في بتاع ده بتاعت 2016، ودي اخر حاجه نازله حتى الان، ما شفتش انا حاجه بعدها. تمام، في الايدز جايد لاينز لو لما تتزنق اوصل هناك، هم بتاع 40 صفحه كده ورا بعضهم، بس فيهم مربعات، اقرا المربعات بس، يعني مش لازم تقرا ال 40 صفحه، اقرا بس المربعات، هي دي جايد لاينز. اعمل ايه ودي ايه؟ تمام، هو انا واخد كل المحاضره دي من اولها لاخرها من عندهم. تمام، احنا كده خلصنا تقريبا 80% من المحاضره، ولان هي المحاضره كلها بتتكلم عن مينلي على الكندا اللي احنا بنشوفها مينلي في الاي سي يوز، في البيدياتريك اي سي يو، في النيونيتال اي سي يو. تمام، نتكلم كده يعني جاست يعني هنت صغنطه كده على الاسبرجيلس، واتكلمنا عنه المره اللي فاتت. انا لو انا شاكك، بس لو انا شاكك ان ده اسبرجيلس، عن طريق ان انا لو فاكرين شكل الماسز اللي احنا كنا الاسبرجيلوما اللي احنا كنا شايفينها اللي موجوده في الشست، وكانت ابتدى او في البرين، فكانت في فانجل بول او الفانجل ماس دي. تمام، فهي راديولوجيكال بس مكسحة ما كناش متاكدين، فساعتها بستارت برود اللي هو بدي امفوتيريزم بي اللي هو من الاخر برضه الفانجيزون، او الاحسن منه طبعا الامبيزون. خلاص بقى احنا عرفنا لو كونفيرمد، اعرف ازاي كونفيرم عن طريق حاجتين، يا اما اسحب الجلابتومنان ده بيعني كونفرميشن لحد ما، او اخد بايوبسي طبعا ده احسن حاجه. تمام، اخد الفوريكولانزول سواء الاي في لو في الاي سي يو، بعدين بخلص لما بيخرج بيكمل على اورال فوريكولانزول لمده من 6 ل 12 اسبوع، 12 اسبوع يعني 3 شهور، ما بقعدش في الاي سي يو 3 شهور، انا بدي فوريكولانزول وبعدين بكمل اورال في البيت. تمام، سيرجيكال اكسجن للاسبرجيلوما وات ايفر هي مكانها فين اذا ماست، يعني وانس ان انا لقيت اسبرجيلوما ومتاكد انها اسبرجيلوما انا المفروض اشيلها، بس طبعا ده برضه باتفاق مع الجراحين في الموقف ده. تمام، وجايب الكلام ده منين؟ نفس الكلام من اتس جايد لاينز. الميوكارمايكوزس نفس الكلام طبعا اللي انتم بتشوفوه في، اظن انتم شفتوه في اليومين اللي فاتوا دول او الفتره اللي فاتت دي، في حالات الدايابيتك، الحالات الدايابيتك الاولد ايج اللي هم بيبقوا اميون ديفيشنسي الى حد كبير. وانس ان انا شكيت، بس انا بشك ازاي ان يبدا المنطقه بتاعه الانف دي تبدا تعلى كده وتبدا تبقى مش مريحه كده، وبيبقى زي في سيفير ساينوسايتس، وطبعا ان كريتيكالي ال بيشنت اكيد مش ساينوسايتس اللي بتيجي لنا في العياده يعني. تمام، وطبعا كريتيكالي ال وميون ديفيشنس. تمام، ساعتها بشك، بس ببدا الانفوتيريسين بي برضو بس بدوزس عاليه جدا من 5 ل 10، فانت لو متوقع هايبوكاليميا فانت توقع بقى ان هي هتتنفخ هايبوكاليميا. تمام، لو وانس ان انت كونفيرمد، للاسف ما عنديش طريقه للكونفيرميشن غير ان انا اخد بايوبسي. تمام، فساعتها بدي الانفوتيرسين بي، بكمل بانفوتيرسين بي وبدي معاه بوساكونازول لو العيان اتحسن وقدر يخرج. اتفقنا ان البوساكونازول ده اللي اتكلمنا عليه من شويه، اتفقنا ان هو اورال بس ما فيش منه انجكشن يعني. وسيرجيكال اكسجن طبعا اكيد سمعتوا على ان فكره ان بيجوا الدكاتره بتوع الانف والاذن بيبدا يعمل بيشيل حته من النوز، وبيشيل بينظف الساينسز، وبتاع الرمد كمان بيعمل انكليشن يمكن للاي للمنطقه دي كلها عشان ينظفها تماما. وده الجايد لاينز برضو من نفس الحاجه من الاتس، لا مش الاتس ده تقريبا يوروبيان. تمام، يوروبيان جايد لاينز للبتاع. تمام، انا شاكر لكم جميعا، واتمنى تكون المحاضره مفيده مش تقيله ومش دمها تقيل، وحقكم عليا يعني لو كنت ايه سخيف النهارده شويه. شاكر جدا لحضرتك، لو في اي سؤال طبعا تحت.